هذا المجلس الوطني المنعقد بأكادير هو محطة تاريخية في مسيرة التجمع، لأن المحطة اللي شهدت المصادقة على وثيقة عامة غتكون هي مرجعية الحزب، وهي مساهمته في العرض السياسي في البلاد. أهم ما يميز هذا الحدث هو المنهجية التي تم اعتمادها، فهاد المساهمة في العرض السياسي والاقتصادي، هذا البرنامج ديال الحزب هو حصيلة عملية الإنصات إلى المواطنات والمواطنين وإلى مناضلات ومناضلي الحزب في كل جهات المملكة. برنامج لم نعمد في تحريره إلى استدعاء نخبة من الخبراء والمتخصصين لكتابة برنامج، بل هو حوصلة للقاءات ولقاءات ولإجابات على عدد من الأسئلة من خلال تطبيقية الحزب. هذه الإجابات تم تحليلها وتم تصنيفها وتم إغناء العرض الذي تقدمنا به اليوم وصدق عليه المجلس الوطني في كمقاربة للتجمع للوضع العام. إذن تم اليوم الحسم في الديمقراطية المجتمعية وفي القضايا الكبرى التي يعتمدها برنامج التجمع.